أهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله راح أعمل معكم كيكة الرواني الأصلية، كيكة البسبوسة، وما شاء الله راح تجيكم ناجحة ومرتفعة من أول مرة. تذوب ذوبا في الفم وطعمها خرافي. تابعوا الفيديو شوفوا الطريقة بالتفصيل. في البداية نجهز السيروم اللي هو الشربات. نجيب كسرولة نخلي فيها كوب من السكر، عليهم كوب من الماء، نشغل على النار ونخلي النار متوسطة مع التحريك المستمر. من يبتدي السكر يذوب معنا نضيف عصير نصف ليمونة، وبعدين نخلي الخليط يغلي على النار مدة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق الشربات يكون جاهز معنا. طبعا هنا بعد 10 دقائق الشربات صار جاهز معنا. راح نضيف له شوي من الفانيلا بعد ما نطفي على النار، ونغطي عليه ونخليه على جنب حتى يبرد. هنا في وعاء ثاني لتجهيز كيكة البسبوسة، نجيب وعاء نخلي فيه 4 بيضات، كوب من السكر، وملعقة كبيرة من الفانيلا، ونجيب المضرب الكهربائي ونبتدي نخفقهم بالمضرب الكهربائي مدة 5 دقائق لنشوف لون البيضة تغير معنا وصار لون فاتح. وبعدين راح نضيف كوب من الزيت وعلبة من الزبادي اللي هو الروب. أنا الكوب اللي استخدمته سعته 250 ملي. بعد ما ضفنا كوب الزيت وعلبة الزبادي راح نرجع نخفق بالمضرب الكهربائي بهالشكل، وبعدين راح نضيف عصير نصف ليمونة، وراح نضيف كوب من الدقيق وكوب من السميد. والكوب اللي أنا استخدمته لجميع المكونات. وبعدين راح أضيف عليهم ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات. أول شي نحركهم شوي بالمضرب الكهربائي حتى ما يجي على ثيابنا السميد والدقيق، وبعدين نشغل المضرب الكهربائي ونخفقهم مرة ثانية تقريبا مدة 4 دقائق لحتى يصير عندنا قوام كريمي نفس هذا القوام مثل ما موضح في الفيديو. هذا هو قوام كيكة الرواني، هذا هو القوام المطلوب. نخلطه شوي من تحت الفوق بالملعقة لحتى نتأكد إن ما في عندنا دقيق أو سميد. وهنا نجيب صينية، أنا دهنت الصينية بشوية زبدة، إذا مش متوفر دهنها بشوية سمنة، وخليت الخليط في الصينية بهالشكل وزعته في كل أنحاء الصينية. ولازم في هذه المرحلة الفرن يكون مسخن مسبقا، ما لازم ندخله للفرن الفرن يكون بارد، لا لازم الفرن يكون مسخن مسبقا. ونفتح الفرن من تحت بس على درجة الحرارة 180، ومنتخذ اللون الذهبي من الجوانب. نفتح الفرن من الفوق ولحتى تحمر معنا من الفوق، بعدين نطلعها. طبعا تحمر من فوق مدة 10 دقائق بس. طبعا أنا نسيتها في الفرن وشوية احترقت معي، فأنتم انتبهوا لها، مجرد ما تفتحوا الشواية من فوق انتبهوا عليها، منتخذ اللون الذهبي مباشرة تطلعوها من الفرن وهي ساخنة، مباشرة تسكبوا عليها كل الشربات اللي عملتوه بهالطريقة، وترشوا عليها أي شيء يكون متوفر عندكم. أنا هنا رشيت شوي من جوز الهند، إذا مش متوفر مش لازم. وبعدين راح نقطع نخلي كيكة البسبوسة ترتاح مدة ساعتين، وبعد ساعتين نقطعها ونقدمها بالصحة والعافية. صراحة يا جماعة أنا الكيك دايما يفشل معي، بس صراحة كيكة الرواني يعني كيكة البسبوسة نجحت معي من أول مرة، وجت معي مرتفعة وطعمها خرافي. بجد ألذ وأسهل كيكة ممكن تعملوها هي كيكة البسبوسة. كثير ولادكم راح يحبوها وكثير ضيوفكم راح تعجبهم. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.